القوة كترجع كلها للنساء. كما كتعرفوا جميع الانتخابات اللي كيدوزوا كيكونوا كيمشيو هم النساء، والنساء هما اللي كيخدموا، النساء هما اللي كيصوتوا، النساء هما اللي كيخرجوا العائلات ديالهم انهم يصوتوا. فاقترحنا هذه اللائحة النسائية 100% لأنه عرفناهم هما اللي غادي يشتغلوا. كما كتلاحظوا راه كاين واحد الاشتغال من شحال هذه، من مدة 5 سنوات وحنا كنشتغلوا، فعاد بيغلبنا دابا الانتخابات ولا عاد الناس كيعرفونا كيفاش كنشتغلوا، كيعرفونا فين كنمشيو واشنو كنديروا. عندنا العائلة ديالنا، عندنا الأصدقاء ديالنا كلهم، كل امرأة إلا جابت لنا هي واحد العدد راه مزيان. علاش أنا غادي نزيد نعاود ندخل التجربه تاع المجلس الجامعي؟ لانه باش تتعرفوا على الحياه مراحل، ومرحله دوزنا مرحله الحمد لله ديال المجلس الجامعي وادينا الواجب ديالنا، حان الوقت ندوزوا للتجربه ديال المجلس الجهه ونؤديوا الواجبات ديالنا كذلك، خصوصا بتناغم مع مجلس النواب اللي هو منصه تشريعيه بالتفصيل. وبالتالي اقول له انه خص الإخوان يعطيو فرصة للناس الآخرين اللي اكتسبوا التجربة باش حتى هما يجيو يكتبوا ديالهم، وهذا هو اللي قام به التجمع الوطني الأحرار. الطموح الرئيسي ديالي أولا وقبل كل شيء وهو أنا بدي ندير لهم الجلد. علاش؟ أولا ما كنت أترشح إلى البرلمان لولا المشاكل اللي لقيت مع المؤسسات الجهوية هنا، داكشي علاش قررت أنني نترشح للبرلمان باش ندافع لا على منطقة فصلطات ولا سيدي سليماني ولا المدينة ولا القصبة، لأن صوتنا يبقى حد مراكش ما توصلش عن طريق البرلمانيين اللي تقنا فيهم وباش يوصلوا صوت هاد الساكنة والمسؤولين، ولكن مع الأسف أنها ما تتوصلش لأنه عدة مراسلة درناها للوزراء ولكن لم نتلقى أي جواب. لهذا قررت أنه نشارك في الانتخابات التشريعية باش نولي ندافع على هاد المنطقة اللي بتمثل الراسي، ما بقيش غادي ندير الوسيطة أو لا شي حاجة ولا نثق في شي برنامج آخر. من الوعود الواردة في البرنامج ديالنا هي وعود في الحقيقة كتخلع، اللي شافها تيقول هاد الوعود واش نيت ممكن أن حزب التجمع الوطني الأحرار يترافع عليها ويحقق على أرض الواقع. جبنا فيه تقريبا قطاع ديال التعليم، قطاع ديال الشغل، قطاع ديال الصحة، ودرنا فيهم تحديات ودرنا فيهم إصلاحات كبرى. تنقولوا هاد، تصوري معايا أن حزب بحجم ديال التجمع الوطني الأحرار عنده من الأطر ومن الكفاءات ومن الوزراء ومن الخبراء ومن أنه يجيب برنامج مجرد أنه يكون برنامج على ورق، هذا مستحيل. احنا كنعرفوا اش كنقولوا، ملي كنجيبوا برنامج كنجيبوا ليه الراس، تنرصدوا له التمويلات ديالو، كنعرفوا منين بغينا نجيبوا ليه الفلوس، كنعرفوا منين كل حاجه فين غادي تتحط في بلاصتها، وكنعرفوا ليه كنديروا ليه الجدول الزمنيه ديالو، حيت حنا ما كنهضروش بالفراغ وما كنديروش الانشاء وما كنهضروش مع الناس غير بلغات ديال اللي هي انه راه بغينا وبغينا وبغينا وسوف 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 وفي الاخر ملي كنجيو لارض الواقع هذا.